عن الطرق الأخرى للعلاج بالليزر، تقوم تقنية الفيمتو سمايل بالعملية بدون استخدام الجراحة التقليدية في قطع القرنية وبدون إزالة الطبقة الخارجية، مما يجعل العملية أكثر أماناً ودقة وبنتائج أفضل. تحت إشراف طبي ماهر بقيادة متخصصة، المركز البريطاني للليزر والجراحة التجميلية ذو الخبرة في علاج وتصحيح البصر منذ 15 عاماً. احجز موعدك الآن وتفضل بزيارتنا في مركزنا بالجميرات. للاستعلام اتصل على 04-344-2020. لأنك كثيرا ما تحتاج للشعور بالراحة خلال السفر، توفر لك فلاي دبي رحلات على درجة رجال الأعمال، حيث تسترخي على مقاعد جلدية وتستمتع بمقصورة رحبة وبخدمة محترفة، كل ذلك بأسعار مناسبة تبدأ من 1900 درهم ذهابا وإيابا. تفضل بزيارة موقعنا flydubai.com لمعرفة المزيد عن أسعارنا المميزة على درجة رجال الأعمال. تطبق الشروط. تزيد نسبة الإصابة بفقدان البصر لدى مرضى السكري أكثر من الأشخاص الطبيعيين، حيث يؤثر مرض السكري بشكل مباشر على سلامة شبكية العين. لذا يجب على مريض السكري متابعة حالته كل 6 أشهر لدى طبيب العيون المختص، حفاظا على سلامة عينيه. مع تحيات مستشفى مغربي للعيون مدينة دبي الطبية. من أصل العراقة إلى عصر الأناقة، إيكو اسم الفخامة الإسكندنافية من أمهر صناع الأحذية حول العالم منذ أكثر من 50 عاما، يأتيك اليوم بالتشكيلة العربية لأحذية المشي الجديدة، مصنوعة من أفخر الجلود بحرفية مريحة وعملية. زور محلاتنا لتجربة أحذية المشي الجديدة لدى إيكو. اشتري العبوات الزجاجية لبوكا فيتاين سي، بوكا فيتاين سي المشروب المنعش والمليء بالفيتامينات، وقد تفوز بسيارة جيب رانجلر وسيارتي دودج تشالنجر وجوائز نقدية. للمعلومات زر صفحة فيتاين سي على الفيسبوك. بوكا فيتاين سي، للسويتش صح. لاستفساراتكم وأسئلتكم في برنامج الرابع والناس، اتصل على الهاتف المحلي 600-55-1610 أو ارسل SMS على 7009 من أي شبكة، أو فاكس على 06-74-64-333. جدد لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام من خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويا هلا وسهلا فيكم. وهني بعض الرسائل النصية القصيرة، طبعا نعتذر عن قراءتها. هذا يقول يعقون عمارهم في المشاكل، الله إن شاء الله يفرج عن كل حد يا رب العالمين. طبعا هذا ما يتعلق بالخالي اللي معاشك من 7 شهور والتقاعد 10,000 ياخذها البنك كله بالكامل، المصرف المركزي يقول موضوعك خاصة المعاشات. على ما اعتقد هيئة المعاشات ما يخصها خالي، هذا انت تتفاهم بينك وبين البنك او ترفع على البنك قضية. انت بينك وبين البنك عقد انه يخصم عنك مثلا كان راتبك 20,000 يخصم عنك 10,000، الان البنك على نفس الموضوع يخصم عنك 10,000 درهم بالاتفاق اللي بينك وبينه. سعادة اللواء المستشار محمد بن سيف الزفين، مساعد القائد العام للعمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي. أبو سيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام يا خير الله، مساك الله بالخير يا طويل العمر، كيف حالك؟ الله بالنور يا حي، الله يعزك. أبو سيف اليوم ما شاء الله مطالب بزيادة الغرامات المرورية على المخالفات. هو طال عمرك بالأساس مش زيادة، هو بالأساس
اختزال قائمة المخالفات. نعم. يعني دمج بعض المخالفات لأن في وايد براشد مخالفات. نعم. مكررة يعني، ويمكن حتى منها لم يتم استخدامها في ظل هالسنوات أكثر من 30 سنة مخالفة ما تم استخدامها. نعم. ففي بعض المخالفات متشابهة تم دمجها، وفيما يخص المخالفات اللي تم زيادة قيمتها هي المخالفات الخطرة مثل استخدام الهاتف النقال باليد، واللي أصلا حتى في المجلس تم اقتراح تعديل النص ليصبح الانشغال بغير الطريق، لأن بدأت تطلع بعض الأمور الثانية اللي شبيه بالاستخدام الهاتف النقال. نعم. وهي تشغلك عن الطريق. نعم. مثل يعني فانضمت كلها تحت مظلة واحدة، الانشغال عن الطريق. نعم. نعم. ويمكن هذه اللي زادت قيمتها يعني. نعم. على سبيل المثال. نعم. والرادار وما رادار وشي وهذا لا. لا لا هذه يعني ظلت، لكن حين قبل كان إذا كان 60 كيلومتر أكثر من السرعة المحددة. نعم. كانت تقف عند 1000 درهم. نعم. كان مقترح أن زين إذا أكثر من 200 هني كان التشدد في المخالفات اللي فوق 200 كيلومتر. اللي فوق 200 كيلومتر. نعم. يعني اللي كارد ما زيد عن 1000 درهم الحين ممكن يزيد إذا الواحد مشى فوق 200 كيلومتر. إيه، لأن بين 180 نعم واحد يسوق 200، تم ضبط كثير يسوقون 230 و240. نعم. هل أنا أساويهم باللي كانوا يسوقون مثلا 180؟ نعم صحيح. أو أساوي باللي يسوق مثلا 160؟ ما يجوز. ما يجوز. نعم صحيح صحيح. نعم. أبو سيف، الغرامات الموجودة الآن أو المخالفات يعني هذه غير مثل ما تقول رادعة إلى الآن؟ لأني أنا أشوف يا أبو سيف يعني مثل ما تقول أوكي زيد عندنا عدد سيارات، نعم زيد عندنا عدد سيارات والحمد لله رب العالمين بشكل كبير، ولكن الآن نشوف أيضا عدد المخالفات في مثلا يوم تعلنون مثلا في خلال شهر أو كم من شهر أو سنة نشوف عدد المخالفات، خاصة ما يتعلق المخالفات الخطرة ومنها مثل ما تقول قطع الإشارة الحمراء نشوف. فإلى الآن يا طويل العمر هذه في ازدياد، شو السبب طال عمرك؟ هل الناس انه يعني ما مثل ما تقول ما تهمهم المخالفات او الغرامات هاي غير مجديه؟ والله ابو راشد انا يعني يمكن لو بغينا نحلل مخالفه عبور الاشاره الحمراء على سبيل المثال. نعم. انا من وجهه نظري يمكن المخالفه 500 درهم مخالفه ضعيفه تعتبر. حجم خطوره المشكله اكبر من قيمه المخالفه. نعم. فهذا يمكن له دور في الموضوع. يعني الآن قبل كانت عبور الإشارة الحمراء قبل 15 سنة أو 10 سنوات كانت 200 درهم. فزيادتها إلى 500 درهم حل جزء من المشكلة، ولكن ما ألغى المشكلة نهائيا. لكن أنا أقول لما مثلا أزيد المخالفة إلى مثلا الضعف إلى 1000 درهم أكيد راح تقل، بس راح يبقى هناك بعض المخالفات. أنا ما عمر أصلاً ما أقدر أنا ألغي مخالفة 100% ومنعها، لأن بعض الأحيان يعني على يعني الآن حنا القياس مع الفارق، جرائم القتل هل بعدها جريمة؟ حتى عقوبتها مثلاً هل بعدها عقوبة؟ ولا زال الناس بعض الناس يرتكبون جرائم قتل، فأي مخالفة وأي يعني أنا ما بتكلم عن المخالفات، ما بتكلم عن الجرائم، بس الحين نقول نخف منها مثلاً، تقلل منها قدر المستطاع. انا نعم. ما اقدر امنع المخالفات ولا في اي دوله في العالم. صعب صعب جدا. نعم صعب. نعم. لو سويت انت مثل ما تقول، حتى لو سويت مثل ما تقول اقصى العقوبات لا بتكون هناك، مثل ما ذكرت الان مثلا الان في جرائم القتل انك يقتلونك، انك مثلا بيذبحونك، او المخدرات، تهريب المخدرات عليها اعدام، وتلقى ناس ايضا يهربون مخدرات. نعم. ولكن كل ما تشددت في العقوبه كل ما قللت من الفعل نفسه كمخالفه. والآن من خلال هذه الممارسات يعني إن شاء الله بتقل هذه العدد المخالفات. أنا أتصور نعم، أصلاً إدارات المرور عندها هدف استراتيجي اللي هو تقليل الوفيات بحلول العام 2020 أو العام 2021 على مستوى الدولة إلى 3 وفيات. الآن نحن تقريباً بمحاذاة 6 وفيات لكل 100,000 نسمة السكان على مستوى الدولة. يعني وصلنا إلى نتيجة كبيرة الحمد لله. نعم. بعد ما كنا 20 و21 قبل 10 سنوات. نعم صحيح. يعني المفروض إذا زاد عدد سيارات وزاد عدد الأشخاص المفروض يزيد عدد الحوادث، ولكن الحمد لله رب العالمين من خلال الاستراتيجية هذه والإجراءات الحمد لله قلت إلى 6 الحمد لله رب العالمين من 20 الآن. نعم. ويمكن براشد الشيء المطمئن أن الآن يشار إلى الإمارات بالبنان صراحة فيما يخص النظام اللي موجود. اللهم لك. إحنا حتى بعض الأخوان من دول قريبة وجارة عندنا يقول لك أنا لما أدخل الإمارات أحس أن في نظام
على عكس يقول في بلدي، بلدي أحس أنه ما في نظام. وبالفعل أنا يقول أتقيد بالنظام في الإمارات أكثر ما أتقيد بالنظام في بلدي. وشيف بالفعل أنت تسير بعض الأماكن ما تشوف فيها، بعض البلدان ما فيها نظام شراتنا، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والشيف أنا شاكلك جدا يا طويل العمر على يعني هذا الموضوع، الموضوع أنا الأصلي اللي تصلي عشان الحن. الله يطول لي عمرك، عندي واحد من الإخوان موجود على الخط وعنده مشكلة، هذه المشكلة يعني مثل ما تقول مؤرقت إنه وسوت له مشاكل وايد 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 بما يتعلق بتجديد سياراته وأمور كثيرة، فيشتكي وكم مرة وصل هيئة الطرق والمواصلات ويا المرور وتفرغ يقول 10 أيام في المرور، لكن يقول إلى الآن لم أصل إلى نتيجة. فبغيناك الله يطول لي عمرك تشوفه، وإذا في حل بالنسبة، وأنا أدري بك أنت إنسان ما بتقصر، جزاك الله خير، وبتسعى إن شاء الله إلى الحل وحل هذه المشكلة إن شاء الله. الله يطول عمرك. تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا سعادة اللواء محمد بن سيف الزفين موجود يا خالد. والنعم فيه. الله ينعم بحالك. الله يطول عمرك. والنعم فيه. ما بيتأثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك عزيزي؟ الله يحييك يا خالد. كيف حالك أبو سيف؟ خير. سلمك الله يحييك. الله يسلمك ويبارك فيك. سامحنا وسع الإزعاج من ناحية يمكن. نبغى نتواصل موضوع، الله يحفظك، اني انا الفتره الماضيه صرت بجدد سياراتي في اماره ثانيه، في اماره الشارجه، انتبه عندي قالوا عندك سياره مركبه منتهيه في اماره دبي. نعم. انا قلت يمكن غلط في السيستم او تشابه في الاسامي في الاسماء او شيء، راجعت انا في الاداره هي اللي هي وراء القياده العامه، ورحت هناك في تاريخ 16/12، يوم راجعت هناك كان يقول والله في سيارة مسجلة باسمك في 2002 ومنتهي في 2003. نعم. قلت لهم السيارة طيب أنا ما سجلت أساسا ولا عرضت أنا شيء، كان يقول سجلت في تاريخ اللي هو عندي الورقة اللي هي طلعت من القسم هذا 1/6/2002 وانتهت في 2003. قالوا والله راجع الإدارة العامة اللي هي قسم مركبات فم الرمود الارتيه. نعم. رحت هناك عشان أجد حل أو تشابه الأسماء أو شيء، راجعت هناك كان يقول والله الحين ما نقدر نفيدك، الحين أنت راجع والله سير قدم بلاغ في النيابة أو في المحكمة. بس طال عمرك قبلت أبو، عندي كذا استفسار. الاسم الكريم محمد علي محمد معمر سامس. زين، هل انت تسجلت سياره بعمري وبعتها مثلا في دبي؟ مو بعمري، ما اعرف خاله ولا يوم من الايام سجلت او حولت او تنازلت او اي شيء من هالقبيل. يعني ما كان عندك سياره مسجله في دبي؟ اي نعم، نفس الاسم نفس العنوان نفس البيان. طال عمرك السؤال، هل انت في يوم من الايام سجلت سياره وطلعت لوحه ارقام من دبي؟ لا لا، بعمري اقول لك ما وصلت لسياره او شيء، او سجلت او تنازلت او من القبيل او وكلت حد شخص ثاني. يعني انت كل سياراتك كانت عندك سيارات في الماضي ترخيص، يعني ما كان في ترخيص دبي؟ لا ابدا. انا تفاجأت قلت يمكن حد شال، يمكن سبحان الله شال حد صوره من الجواز وسجلها هناك بدون علمي، يصير. لكن قلت لهم يا جماعه انا لا اعطيت الشخص توكيل او يعني حضرت او توقيعي، على الاقل طلعوا لي الملف ودوا المختبر الجنائي اذا كنت انا مبنب او انا تبلع عليكم او اي شيء من هالقبيل، اذا كان هالصحيح الكلام غير صحيح. لكن ما وصلنا للنتيجة. قال لي والله سير اول شيء اقدم بلاغ، صرت اسوي اقدم بلاغ في هذا. قال لي تشتكي على منو؟ قلت له انا صراحه ما عندي لا اوراق ولا بين وبيع، بين وبين شخص ثاني بيع وشراء شاري او شيء او بايع. فنقول والله انت تقدم بلاغ الحين على دائره حكوميه ولازم تجيب لنا امر من الديوان، ديوان محمد بن راشد. تقدر على اي اساس انا اسوي هالاشياء هاي كل الاجراءات ولا ما يخصني بالموضوع شيء؟ رجعت لهم قلت لهم يا اخي، قالوا لي كذا كذا، انا ما بصير بقدم بلاغ ولا بقدم بلاغ، ابى حل للموضوع، اذا انا كنت مذنب او شيء اتحمل مسؤوليه خطاي انا، لكن انا ما اعرف شيء. انا طال عمرك اقدم وسير واسوي، كان يقول والله مطلع نحن فناديق واصبر علينا وما ادري شو، مرد عليك وهالكلام اكثر من مره. المعلومات اللي عندي اللي وصلتني الان، انت الاسم محمد علي محمد عمر الشامسي. نعم نعم. وفي سياره كانت مسجله بتاريخ 9/12/96 1996، انا ما اعرف كم كان عمرك في هالتاريخ. والله انا 92 عندي. انت مواليد كم؟ لا لا، انا كبير الحمد لله، كبير في العمر.
زين في 96 هل حتسجل يعني حد من الاهل مثلا سجل سياره باسمك البي؟ لان حتى تفاصيل اللوحه موجود 212 72 خصوصي نفس الكلام اللي تقوله لي نفس الكلام اللي حصلته عندهم. نفس الكلام نفس التفاصيل هاللي تكلمها وياي الحين نفس البيانات نفس العنوان. لان طال عمرك في بعض المعلومات رقم الجواز وفي رقم الموبايل هذه معلومات يعني ما ممكن حد يعرفها الا عن طريق المستندات الرسميه يعني. انا روحي مستغرب من هالشيء. هل انت هل رقم الجواز اللي موجود في هذا نفس رقم جوازك؟ والله انا ما اتاكد صراحه من نفس الرقم ولا لا. انا تاكدت البيانات وين ساكن قالوا لي ورقم الموبايل فعلا كل شيء نفس يعني البيانات اللي قالوها عني كلها صحيحه. اي نعم هاي المستغرب منها. انا هاي المستغرب اكثر شيء من هالشيء. نعم على العموم انا حل المشكله ان انت لو يعني تتفضل الوقت اللي يناسبك تفضل عندي المكتب. الله يطول عمرك يا ابو سيف. انا بحاول احل هالمشكله. الله يطول عمرك يا ابو سيف. ما نسيناك الا الحين نادري بك انك بتحلها ان شاء الله يا ابو سيف. هذا طال عمرك واجبنا. الله يعزك وهذا ما عهدنا منك يا طويل العمر ما باول مره يعني شاء. الله يعزك يا ابو سيف. الله يطول عمرك. الله يسهل امرك ان شاء الله ويعلي مراتبك يا ابو سيف اكثر واكثر. جزاك الله خير ونفتخر فيك شخص من القيادات الشرطية والمرورية يا طويل العمر. الله خير وما عليك زود يا ابو راشد. الله يعزك يا طويل العمر. الله يعزك. الله يعزك. حياك الله يا طويل العمر. يا اهلا وسهلا فيك. ابو علي. اي نعم. عليك ابو سيف يا اخي وان شاء الله بيحلك الموضوع. زين وين الله يحفظك ما اعرف وين المكان اللي هذا. القيادة العامة للشرطة يا طويل العمر. اي نعم. زين. المرور ورا القيادة العامة للشرطة هو؟ ورا القيادة العامة. اي نعم. اي. وين المكان الاول هناك يا طويل العمر؟ محمد بن سيف الزفير قول له ما له الريال مكتبه مفتوح. وبيحل لك الموضوع ان شاء الله بكرة ان شاء الله يا رب العالمين وبتفتح كل هالشغلة. ميزان حسنات. الله يعزك يا الله يعزك. الله يعزك يا ابو علي. الله يعزك يا ابو علي. بالعكس انت اخونا ومننا وفينا والحين بعد الحين قربنا وجهات النظر وهم الله حق يعني الله ما يقصرون. الله حق ابو سيف من الناس اللي نعرفهم ما يقصر جزاه الله خير يعني خاصة ما يتعلق بخدمتك. وانت انسان مثل ما قلت ما سويت شيء يعني ما سويت شيء لا لا قتلك ولا جمل في هذا الموضوع. اللي حاصل حين انا راكب بالفاضي اركب ليه. لا لا ان شاء الله انت بس خلاص من دام وصلت ابو سيف ما بيقصر ان شاء الله توصل ابو سيف ان شاء الله امرك ان شاء الله. جزاكم الله خير. الله يعزك يا الله يعزك يا ابو علي. مشكورين. حياك الله يا ابو علي. الله يحفظك اخوي. الله يحفظك. يا اهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن. وان شاء الله يعني نحل موضوعك وابو سيف جزاه الله خير. بعد الحين مثل ما ذكرت محمد حنفي والله بالعكس من القيادات الشرطيه اللي الحين نعتز فيهم جزاه الله خير. ورجل ايضا يعني على مدى سير البرنامج هذا من زمان وسيف يعني يتواصلوا ويانا وريال يعني حل امور كثيره ما يتعلق بخدمه الناس خاصه ما يتعلق بالخدمات الانسانيه ما يقصر. الله يجزي خير ان شاء الله وخاصه في شيء ما بيخالف القانون والله ما يقصر ودائما جدام جزاه الله خير والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر. نحمد الله سبحانه وتعالى. خالي شوف هالبلد اللهم لك الحمد والشكر الله حاط الخير في شوخه وفي أهله وفي مسؤولينه وفي وزراء الحمد لله. اللهم لك الحمد. نعمة هاي ما تنحصل. اللهم لك الحمد والشكر. نتواصل بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. اوف وين الكريدت كارت مالي؟ اخر مرة اسفة والله اخر مرة. لا يكون رحتي تو اكسل مرة ثانية. ما قدرت امسك عمري عروضهم قوية. ما لومت. تو اكسل تقدم تشكيلات رائعة من الاثاث وباسعار غاية في الكرم. تفضل بزيارة اي من معارضنا ابو ظبي مارينا مول، دبي اب تاون مردف، شارع الوصل ومركز الغرير، الشارقة بجانب ميجا مول واستمتع بالعديد من العروض الترويجية المذهلة وتنزيلات تصل الى 70% مع تو اكسل ما بتمل. للمعلومات 800 تو اكسل. من أصل العراقة إلى عصر الأناقة، إيكو اسم الفخامة الإسكندنافية من أمهر صناع الأحذية حول العالم منذ أكثر من 50 عاماً. يأتيك اليوم بالتشكيلة العربية لأحذية المشي الجديدة مصنوعة من أفخر الجلود بحرفية مريحة وعملية. زور محلاتنا لتجربة أحذية المشي الجديدة لدى إيكو. قادما إلى رأس الخيمة على بساطه الطائر ومعه مصباحه السحري. إنه علاء الدين. في عرض ساحر لا يمكنكم أن تفوتوه. ريد كارتن تقدم العرض المسرحي الأروع علاء الدين مباشرة من المملكة المتحدة إلى مسرح المركز الثقافي في رأس الخيمة. التذاكر متوفرة عبر timeouttickets.com ريد كارتن إيفنتس أو في المنار مول. كونوا معنا على راديو الرابعة لفرصة الفوز بتذاكركم إلى هذا العرض المميز.
زوروا معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة من 31 مارس حتى 4 أبريل، وتعرفوا على مجموعة واسعة من المجوهرات الذهبية والماسية والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة. أحدث التصاميم والمجموعات التقليدية يقدمها مئات من المصممين من مختلف أنحاء العالم يوميا من 12 ظهرا وحتى 10 ليلا، والجمعة من 4 ظهرا حتى 10 ليلا. أوقات خاصة بالسيدات، والدخول والمواقف مجانا. معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دالي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. مركز الجليلة لثقافة الطفل في منطقة أم سقيم في دبي. قناة الإمارات، البيت متوحد. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام، مشاهدي الكرام، من خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويا أهلا وسهلا فيكم. هاي الرسالة تقول: أبو سيف رجل لم ألتقي به، ولكني معجب بشخصه الكريم، وأكيد بعد هو لو شافك أو يعرفك بيكون معجب بشخصك الكريم، جزاك الله خير. أيضا يقول: أرجو التكلم عن التناقض بين الشرطة بين الإمارات حيث خلفه في الشارقة على عدم حمل الملكية الأصلية، بينما في دبي عادي لا يوجد مخالفة. والله يا طويل العمر هذا ما أدري، ولكن يمكن سامح الشرطي، إيه ما أدري في هذا الأمر. أيضا يقول: ليش ما يحطون عداد على الإشارات؟ هذا أبو عمر. والله يا أبو عمر الإشارات العداد العد العكسي هذا تنازلي، قصد على الإشارات الضوئية على غرار اللي موجودة هنا أدرى في إمارة عجمان، وبالفعل هاي زينة، هاي تتريع. إيه تعال، ما سألنا إذا واقف عند الإشارة وتطالع التليفون ممنوع ولا ما ممنوع؟ ومفروض يخلونا ممنوع، تعرف ليش؟ لأنك الحين يوم تلبق الإشارة خضرة اضرب المهرنات نبههم، تلقى راقد على التليفون ولا يكتب رسالة. إيه مشكلة. واحد أمس واحد يخبروني يقول لي ضربنا لهرن، وبدال ما يحط سيارة في الخالي، بدال ما يحطها في الدي حطها في الار، وكان يدعمهم هو انه بيسرع بعد. اي قال له ما ضربنا له هرن خلينا واقف كان احسن. مشكله هذه يعني، شو بتسوي؟ مشكله خالي، والله مشكله. اي قاعد يقول عندي اقتراح، ليش ما يسوون الله باسمي شاشه ترى الشاشه هي لو في السياره بتستوي حوادث عندنا، اذا سووا لك شاشه هاي مال كبر مال ايباد في السياره. أنا يقول أقترح اللي يسرع فوق 180 يسجل، لأن هذا بيجني على نفسه وعلى غيره. والله يا طويل العمر شو بتقول خالي، شو بتقول؟ وايدين بيسجلون عيل خالي، كان نصهم الشباب داخل مال الإمارات، شو بتقول خالي؟ والله وبعض يعني الأحكام المشددة على ما يتعلق مثل ما ذكر أبو سيف الآن، وإذا صار في تمادي خاصة الآن الناس يستسهلون بعض المخالفات، يقول لك مثلا هاي او يستسهلون الغرامه. ايه عند التوى واحد متصل سياره وحده، قلت له كم؟ قال عليها 35,000 درهم. ليش؟ لا كورولا. لا ما بجدي، لا ما بجدي. زين عير اسمعني زين، لا تفهمني جي، بالعكس الكورولا سياره زينه، والله الكورولا سياره من السيارات المحترمه اللي ما تخسرك مول، لا تخسرك بترول ولا صيانة ولا شيء، بس مخالفات ب35 يعني الحين على قيمة السيارة لو تبيعها ما بتجيب 35. الحين لو تقول حق المرور اعطوني السيارة ببيعها وبعطيكم 35 مالكم، بيقولوا لك لا ما تجيب 35 مول. ايه انا هيك من على الاساس اتكلم. بعدين انت ليش تخلي عليك مخالفات 35,000 على سيارة واحدة؟ وين انت هالسنين كلها؟ ايه ودبي ما في حينة، ما في، ركب تاكسي. ايه لا وين بيحصلونك مره ثاني؟ ما بيلقونك، يمكن ما يلقونك مره ثاني. ايه يمكن ما سيد بي، ما وين بيصيروا يدورونكم متفاجئين لكم يا اخي. سالك وما ادري شو قال، كل شيء قلت له شو عليك؟ قال كل شيء علي.
الطائر يطالبني والزفين يطالبني، قال دبي كلها طالبني. اي اي باللوتا مال المواقف بعد مال البلديه كلهم طلعت دبي كلها طالبين، نص دبي يطالبون، اللهم لا تبلينا يا رب العالمين. اي يوسل فالامور هذه الواحد يخلص نفسك اول باول. الحين يطرشون لك يطرشون لك رساله يقول لك ترى خالفناك، حتى سالك يمكن ما تقرا رسائل يمكن ما تخالف. إيه. لا الحمد لله رب العالمين، الحين كل ما امر ان شاء الله الحمد لله يبشرونا، اللهم لك الحمد والشكر. صح يعني لا سالك هاي الساعه من تمر يقول لك كم صرفت وكم باجي لك وكذا، ولا بعد لا يوم يوم تعبر رحله بدون رصيد يعطيك خمس رحلات بدون رصيد. اي عقب عقب يخصمن من هاك. زين جزاهم الله خير، بعد زين شوي مشوا حالك يمكن ما متفيج يعني يدينونك. الطائر زين يدينك زين اي يصبرك مثل ما يقولون. فلكر خالي يوم بتشوف عليك مخالفه سر وسلم هاي الساعه، لان اذا تميت اليوم مخالفه وباكر مخالفه وباكر 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 بيتراكمن عليك وبيتكودن عقب ما بتروم تسلم وبتعيس. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين. السركال ما اتحاد الكرة شي خصة خلني أروح. بارك الله فيك استمعينا الكرام مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام مشوارنا معكم لهذا اليوم، وإلى نلقاكم إن شاء الله غدا. تقبلوا تحيات جميع الأخوة العاملين براديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجبان، دمتم بخير وصحة وسلام وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سافر الخارجي ولا سافر؟ ما عليه أبو عمر من بشير. يقول هني يا طويل العمر، هذا يقول عليش الزفين يستاهل فريق، يستاهل لكل مجتهد نصيب، يستاهل كلهم يستاهلون. شكرا لكم، دمتم بخير وصحة وسلام وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.